بحضور سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، قام سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتوقيع اتفاقية تشييد مجمع الخدمات الاجتماعية بمدينة عيسى مع تحالف المقاولين الكويتي والبحريني. وبهذه المناسبة قال سمو محافظ المحافظة الجنوبية أن هذا المشروع هو أحد المشاريع التنموية المهمة التي تخدم أهالي المحافظة، مثمنا سموه التعاون الوثيق والمستمر مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق المزيد من التقدم والنمو والازدهار بفضل توجيهات جلالة الملك المفدى ودعم سمو رئيس الوزراء ومتابعة سمو ولي العهد. وصرح سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن تكلفة مشروع إنشاء مجمع الخدمات الاجتماعية بمدينة عيسى تبلغ نحو 7,348,000، حيث يتم تنفيذ المشروع ضمن برنامج التنمية الخليجي من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وتستغرق مدة التنفيذ 26 شهراً. من جانبه أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان بأن المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشاريع التنموية لتلبية احتياجات جميع فئات وشرائح المجتمع تنفيذا لتوجيهات الحكومة الرشيدة، مشيرا سعادته إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء مجمع شامل للرعاية الاجتماعية لذوي العزيمة بفئاتهم المختلفة والمسنين من الجنسين، حيث سيتضمن المجمع 4 مباني، منها مركز للتأهيل الأكاديمي والمهني ودار لرعاية المسنين ومركز اجتماعي مع جميع الخدمات المصاحبة ومبنى للخدمات والمرافق الإدارية. المحافظة الجنوبية اليوم تشهد نمو وازدهار في جميع المجالات الخدمية والاجتماعية، ولا شك افتتاح هذا المشروع الرائد في منطقة مدينة عيسى في المحافظة الجنوبية راح يكون مكسب كبير لنا جميعا، وراح يخدم مختلف الخدمات في المجال الاجتماعي. ونحن في المحافظة نثمن الجهود التي تبذل من كافة الجهات والوزارات، ونحن نعتبر أنفسنا شريك في متابعة هذه المشاريع، وحريصين دائما لمتابعة احتياجات الأهالي خاصة في المجال الخدمي والاجتماعي والأمني. هذا المشروع الجديد اللي تحرص الحكومة على إطلاقه اليوم هو مركز جديد يقدم خدمات متميزة لكبار المواطنين ممن يحتاجون لإقامة دائمة أو مؤقتة. سوف تقدم لهم خدمات متميزة طبية، نفسية، اجتماعية لمن تثبت حاجته لمثل هذه الخدمات. قمنا في تصميم هذا المركز والذي سوف يقام على أرض مساحته حوالي 35,000 متر مربع ومساحة بناء حوالي 15,000 متر مربع، وسوف يحتوي على 4 مباني للتنمية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مجالات رعاية المسنين وأصحاب المهن.